نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. اللي نحب نقوله الاصل في الاشياء الماء والصابون والنظافه. انا تخسرت وقيت روحي يدي ملوثه وما عنديش ماء وصابون وما قيتش جالي دغوا الكوليك، اول حاجه نعملها ما نمسش وجهي بيدي، ما نمسوش وجهنا، ما نحكش عيني، ما نحطش يدي بحذا فمي، لان هذيك هي اللي تعدي الامراض. ودوب ما نخلط النقطه فيها الماء والصابون نغسل يدي. ما نقطه اخرى شكري في الصغار اللي تم وضعهم تحت الحجر، فما تنسيق مع وزارة التربية. وبالنسبة للجانب الطبي الشرعي اللي هو شهادة طبية بعد على خدمته وانا بعد على المكتب وكل، ان احنا بما ان احنا لاهين بالامور اللوجستية والادارات الجهوية لاهية كيف كيف معانا وهي تمثلنا في الجهات، ننصحوا ونداء الاطباء العائلة باش هما يتاكدوا من كون الشخص في الحجر الصحي من غير ما يقربوا له ويعطيوها الشهاده الطبيه نتاعو اللي هو صحته. خاطر احنا في الشهاده الطبيه ما نكتبوش السبب، فما سر طبي نقولوا جو سو سيني سيرتيفي، معناتها انا اشهد واقر بان الشخص هذايا حالته الصحيه تستوجب التوقف عن العمل ولا التوقف عن الدراسه. وبالتالي قانونا مسموح لطبيب العائله بعد ما تاكد اللي هو في الحجر الصحي، خاطر ما نجمش يعطي شهاده لمريض ما شافوش، اما هاكا من بعيد هو وشافه في داره من غير ما قرب له يكتب له شهاده طبيه ويسلمها لعائلته وهو اسمه موجود في الاداره الجهويه ومحيل ومحطوط والامور كلها مضبوطه. نطمنوا المواطنين نتاعنا. بالنسبه للتهافت على لي ماسك، هذا يتسمى ماسك شيروجيكال، هذايا يحملوا المريض ما يحملوش الصحيح. يحملوا المريض باش ما يلوثش الهواء بالفيروسات نتاعو، كورونا وغير كورونا، حتى مريض القريب حتى اللي عمره ما سافر يلزم تدخل في عاداتنا كونه يحمل الماسك هذايا باش يحمي روحه، باش يحمي معناتها المحيط نتاع المحيط وما يعديلوش الفيروس. هذا ماسك اخر يتسمى FFP2. الزوز ما همش كيف كيف، هذايا مجعول للناس اللي مجبورة باش تتعامل مع المريض وباش تقرب له باش تداويه وباش تعالجه وباش تعتني به. وبالتالي هذا للمهنيين بصفة عامة وهذايا يحملوا المريض. بالنسبة للأدوية، الأبحاث الحالية تقول فما قريب 100 دواء قاعدين في البحث الطبي، ومن هنا الشهر تو تبدا تظهر بشوية بشوية النتائج متاعها، لأنها المراحل متاع البحث الطبي متعدة وما نجموش نعملوا دواء من غير ما تعدينا من المراحل الكل ونحترموا فيها سلامة المريض. وفما قرابة 10 تلقيح قاعدة في الدراسة وهذا الكل قاعد يمشي ويقدم مناهج البحث صايرة في شيرتين، صايرة في شيرة الفيروس بيدو كونه نحميه روحنا منه وإحنا نعرفه نحميه روحنا من الفيروسات بزوز طرق، يا إما بالتلقيح وإلا بدواء يقتل الفيروس. التلقيح قلت لكم ماشية بطبيعتها. بالنسبة للأدوية اللي تقتل الفيروس ماشية كيف كيف. نجي وتوا المنهج الثاني هو دواء الالتهاب، لأنه المشكل الكبير في الفيروسات بصفة عامة والفيروس هذا هي تعمل التهاب في الجهاز التنفسي. وقت اللي يجي الفيروس ويعمل عملته ويمشي على روحه ينزمنا النقص من حدة الالتهاب هذاك. وقت اللي نقص من حدة الالتهاب هذاك تولي الحالة غير مخطرة ويصنع البدن مناعة متاعه ويبرأ. وبالتالي فما عديد التجارب، منهم التجارب متاع الكلوروكين اللي بعد شهر ان شاء الله تخرج الكلها. اش تعمل هذية؟ تعدل من نسبة الالتهاب وتخليه ما يفوتش حده وتخلي الرية فيسع ما تشفى وتتعافى وبنادم يقعد يتنفس.